انا وانتي النهارده تفصيلة فستان سواري بشكل سهل وبسيط قوي للافراح وللخطوبات بطريقة جميلة قوي لكل المقاسات، مش لمقاس واحد بس، الفستان بقصة البرنسس. يلا بينا نعمله خطوة بخطوة، بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل وما تخافيش، هو مليان تريكات كتير قوي بس مش هيصعب علينا طبعا. يلا واحدة واحدة نعمل الفستان، بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل. ورجعنا تاني يا جماعة مع بعض علشان نعمل فستان سواري بفونتها شياكة بقصة البرنسس خطوة بخطوة. مش هنعمل فستان وخلاص، لا ده احنا النهارده هنعمل كمان فستان حد مميز قوي. طبعا فستان هبة مجدي اللي ما يعرفهاش هي بطلة المداح او زوجة المداح في مسلسل المداح. هنعمل كده الفستان بخطوة خطوة، وقوليلي في التعليقات بتتفرجي على المسلسل ولا لا. دلوقتي يا جماعة ده البطرون الاساسي زي ما انتم شايفين اهو، هتلاقوا طبعا البطرون الاساسي صفحة القناة بخطوات بسيطة قوي. هنبدأ نعمل تعديلات. اول تعديل معانا هنبدأ نقسم الدوران بتاع الوسط معي على نصين، وبعدين هنبدأ نرتفع كده بطول البنسة، ومن طول البنسة هنبدأ ناخد 1 سنتيمتر وواحد سنتي يسار، وبعدين هنبدأ واحدة واحدة كده ناخد البنسة بتاعت الوسط بتاعتي اهي بأضلعها. تمام، بعد ما خلصت بنسة الوسط بأضلعها هبدأ اجي من عند حردة الجير، ودي طريقة سهلة اوي لعمل جماعة ايه لعمل قصة البرنسس. اول حاجة تيجي عند حردة الجير، والخط اللي احنا عاملين منه حردة الجير بتقسميه على نصين، ونفس النص النقطة اللي طلعتيها على الخط ده تروحي نقلها على حردة الجير. تمام، وبتبدأي تعملي قصة البرنس اي بالشكل ده، وبعدين هنبدأ ان احنا نوصل هنا الاتنين سنتي بتوعنا دولت تعويض لدول، ادي 1 سنتي يمين 1 سنتي شمال، دول تعويض لدول. تمام، مش البنسة واخدين منها 1 سنتي 2 سنتي، يبقى لازم نعوض ب2 سنتي الناحية التانية علشان ما نعوضش ايه، تبقى التعويض واضح. تمام، طيب ده بالنسبة للبنسة وبالنسبة لأجزاءها. بالنسبة بقى لحردة الرقبة والكتف، الفستان ده يا جماعة هي موسعة في حردة الرقبة قوي عن طريق الكتف، فماخدة من الكتف التلت بتاعه اهو. تمام، وبدأت وسعت بقى حردة الرقبة بالشكل ده. ولو بصيتي في الصورة كويس قوي هتعرفي ان الموضوع ده حصل اهو كده. تمام تمام طيب، وبعد كده هنبدأ نقص بقى واحدة واحدة الأجزاء بتاعتنا دي، بس طبعا انت متخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الأجمل. اهو بصوا يا جماعة واحدة واحدة كده نقول بسم الله، بصوا فستان سهل قوي وبسيط، فستان سواري في منتهى الشياكة بقصة البرنسس بخطوات بسيطة جدا. تفصيل الفستان يا جماعة تفصيل فستان، وفي نفس الوقت تركيبه اجزائه كلها كل ده حاجة يعني في منتهى الشياكة اهو. ادي حردة الرقبة، هنبدأ بقى نشيل من هنا الاجزاء بتاعتنا. المفروض ان الاجزاء دي هتبقى ظهر وامام اهي، لحظة واحدة كده بخطوات بسيطة قوي زي ما انتي شايفة. اكتبيلي في التعليقات لو عندك فنانة تانية عايزين نعملها، وبإذن الله هنعملها في الفيديوهات الجديدة بإذن الله. يعني اهو بصوا ادي قصة البرنسس، هنبدأ بقى ان احنا نركبها مع بعض خطوة بخطوة. هجيب الامام، هركب بتاعة الامام الاول علشان دي اهم حاجة، وبعدين هنركب بتاعة الخلف. الاول في الامام يا جماعة ان انا هنا عنده، بصي لو انا ركبت ايه يعني ده الشكل بتاعها الطبيعي. تمام صح، انا ما عملتش حاجه من عندي. طب اول حاجه المفروض اركبها ايه هي؟ اللي هي ادخلها كده، لما اجي اركب اركب كده. تمام، وبعدين لما اركب ادخل كده، وبعد ما ادخل كده اروح مدخلها كده بالشكل ده اهي، يعني دخلت من فوق ودخلت من تحت. تمام، هبدا بقى واحده واحده كده ان انا اخيط من هنا. بصوا شكل سهل وبسيط قوي يا جماعه، بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل ومشاركه مع اصدقائك علشان يوصل لناس كتير قوي. زي ما انتم شايفين يا جماعه التصميم نفسه جميل جدا ويستاهل ان هو يتشارك مع ناس كتير. لحظه واحده كده بس، لازم بقى دي الزاويه دي هلفها لفها كده اهي. تمام طيب، بعد ما عملت لها اللفه دي هبدا افرد، افردي 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 اهو بس كده. تمام، في عندي بقى زياده هنا، الزياده دي طبيعيه اهي، الزياده دي طبيعيه، الزياده دي لو انتي عاملاها باي طريقه برضك هتطلع لك، تاخديها على ما فيش. تمام، ادي قصه البرنسس الاولى
وهنبدا نركب الثانيه من الناحيه الثانيه بسرعه قوي وارجع لك تاني. اهي ادي قصه البرنسس الاولى، وده الشكل اللي انا عايزه ليها. هبدا اركب الناحيه الثانيه او الخلف وارجع لك تاني عشان نكمل بقيه الفستان ونعمل الجيبه وكمان الكم. بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي ادي الفستان بعد ما قفلت فيه قصه البرنسس زي ما انتم شايفين كده، واتعمل معايا بنفس الصوره اللي انا عايزاه تبان فيها. وهبدا اركنه كده على جنب، وهبدا اعمل بقى الجيبه بتاعته. الجيبه بتاعته يا جماعه هنعملها بكسرات، تمام؟ الفستان بسيط قوي ومن الصفر، بس محتاج منك الخطوات واحده واحده، ما تستعجليش في اي خطوه منهم. طبعا احنا عارفين لما نلوح الكسره بتاعتنا هتدينا شكل جميل قوي. مش مهم اللي في النص، المهم النص ممكن نعمله مستقيمين، اما الاوله والاخيره لازم يتعملوا ملوحين عشان يدوني شكل الجيبه من تحت كانها مرسومه بطريقه حلوه قوي، تمام؟ هنبدا بقى واحده واحده كده نقفل الكسرات واحده واحده. نفسي تاخد المساحه بتاعتي كلها، ما يتبقاليش مساحه. ايوه كده تمام. ناقص بردك من هنا اهي، ودي بقى الزاويه اللي انا بكلمكم فيها اهي كده كده تمام. طيب بعد كده بقى هنبدا نجيب الجيبه اهي، وهنبدا نجيبها من هنا كده اهو، ونقفل الفستان مع الجيبه. بصوا يا جماعه الفستان من جوه عامل ازاي، داخل لجوه ادوله، يعني الفستان القصه اللي احنا عملناها دي اديته رسمه جميله قوي، مع كمان وسعيه حرده الرقبه او وسع الصدر او دوران الصدر الموجود ده، فالاتنين حلوين جدا مع بعض، ادوني شكل في الاخر خالص جميل اهو اهو كده. استني تمام بس كده بشكل سهل وبسيط قوي يا جماعه اهو بس كده. هنبدا بقى نشوف الشكل النهائي للفستان اتعمل ازاي خطوه بخطوه، بس ناقص طبعا الكم بتاعه. الكم بقى ده هنقول عنه حاجه بسيطه قوي، انك هتجيبي قماشه عريضه قوي وتعمليها كشكشه واصبح ان ده الكم بتاع الفستان. والكم زي ما انتم شايفين في الصوره طبعا شافون، علشان كده احنا بنفضل نوعيه الشافون احسن، هي اللي تبقى موجوده معانا عشان تدينا نفس الشكل ونفس الروح بتاعه الكم العادي، تمام كده اهو. ادي يا جماعه فكره الفستان اتعمل بخطوات بسيطه قوي ومن الصفر. لحظه واحده بقى اوريكم الشكل النهائي، بس ما تبخليش عليا باللايك الجميل والتعليق الاكمل. لحظه واحده، ادي يا جماعه الشكل النهائي زي ما انتم شايفين بخطوات بسيطه قوي. الفستان اتعمل في منتهى الشياكه، كل طالبه منك بس انك تتفرجي واحده واحده واللايك الجميل والتعليق الاجمل. وكل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم الخياطه عمري محمد، تفصيل وخياطه فستان سواري في منتهى الشياكه، مع تحيات تعليم الخياطه مع مريم احمد.